بالنسبة لمشروع القانون في المادة الأولى، وفي حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك تصدر وثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية. الأخ الرئيس، تكريم أسرة الشهيد هذا واجب في كل مجالات، سواء في الأسكان أو في وزارات الأخرى، في وزارة الدفاع، يعني حتى وزارة الدفاع طبعاً جميع من شاركوا في حروب واستشهدوا في أثناء صد العدوان وفي تحرير الكويت، هذين طبعاً يستحقون الجنسية بالنسبة لأبنائهم، لكن إلى الآن ما جنسوا أبناء أسر الشهداء اللي شاركوا في حروب وضحوا من أجل الكويت. نيجي الآن على القانون الأخ رئيس. طبعاً أنه تصدر وثيقة، إحنا مع إصدار وثيقة لأسرة الشهيد الأخ رئيس، لا وبشكل فوري، لكن كذلك ودنا نضاف كذلك بالنسبة للكويتيات اللي تم تخصيص لهم شقق وبيوت بصفة إيجار. في كويتيات الآن مخصص لهم شقق في صباح السالم صار لهم أكثر من 30 سنة، وكذلك المخصص لهم بيوت بصفة إيجار، وإلى الآن ما تملكوا هذه الوحدات السكنية. يجب كذلك أن نضافه في القانون الأخ رئيس، يتم التعديل وتضاف أن الكويتية اللي عندها رعاية سكنية بصفة إيجار كذلك أن يحق لها إصدار الوثيقة، لأن صار الآن سنوات وهي ساكنة بصفة إيجار، وبعضهم رجع قيمة الرعاية السكنية، ولكن إلى الآن لم يتم إصدار وثائقهم. لذلك يجب أن يعدل القانون بأن نضيف أن الكويتية اللي عندها بصفة إيجار لا حق كذلك الحصول على وثيقة التملك.